الغوص بعد قليل يعني اللي يروح حداق حق صيد السمك. يعني لكم في الغوص ولكم في الصيد وهم كل شيء. أما السفر لا. اللي هيش؟ السفر. السفر. السفر إيه. نعم. إيه. كان اعتمادهم على الله ثم على الغوص وعلى الأشياء هذه يكسبون يعني هذا، وكان ما شاء الله له سوق المحار والشغلات هذه وناس جيدة. جيدة قصدي من السفر، في سفن سفارة تروح الهند والجنزبار اللي تشيل البضائع الكبيرة، البضائع اللي هو يسمونها البوم. البوم، وفي عندك اللي هي الجلبوت، سفينة الغوص الأساسية هذا ذي اللي هي هذه الجلبوت، هذه الجلبوت هي هذا الجلبوت اللي هي كانت أكثر سفنة المحمل هذا اللي يحرون يصيدون فيه اللؤلؤ أو يقصون فيه حد صيد المحار، جلب المحار